رسالة قصيرة. قبل أيام أطلقت تربية كركوك التعيينات، فظهرت بعض الصفحات في السوشيال ميديا يقولون لم يبقى راعي غنم في الحويجة ولم يتعين، فأقول نعم رعيان، اي والله ونظر رعيان، رعيان على روس المال هم راعي. نعم رعيان، اي والله ونظر رعيان، رعيان على روس المال هم راعي. الحويجة جاب اسمها بكلمة التنعاب، ما نسكت نذل المال هم داعي. بالتسعين من كانت مجاعة الناس، خيركم يتان بمدة ذراعي. الحويجة للعلم من كنتوا ما تقرون، من كانت رسالة يجيبها الساعي. عانينا ونزحنا وعشنا فوق سطوح، بوقت ما بي محنة ولا أخوي داعي. فرحتولي نعم من جيتكم حفاي، أغلبكم رقص من نسبة قاعي. فرحتولي نعم من جيتكم حفاي، أغلبكم رقص من نسبة قاعي. شنو انقلبت الدنيا تعينوا الاثنين، وانا الهسة من نام الصيح لو جاعي. نظل ننتظلم ونموت لشكركوك، تركمان وكرد والعرب والراعي. انا ابن الوطن والطائفة تحداه، ما يقدر يفرق والشعب واعي. ورعيان ورعيان صاحوا عنا ما نفهم، وجون عيان قالوا لي نظل احنا الزعام اصلا، ورعيان على رؤوس اهل الحثالة من الرعية. بكيل الرذيلة اهن الغير هم ما اكلوا، ثابت وزنهم ثقيل سنينهم ما اكلوا. الله حيهم تظل برباحهم، ما اكلوه يغزيهم الجوع يبقى الهيل انفسهم. ولو مرهم العوز وزمان الشوم انفسهم، قد ياكلون لفرط الجوع انفسهم، لكنهم من قدر الغير ما اكلوا.